عندي مكتب تجاري اشتغل بالتجارة وبالنقل والشحن. منتسب لغرفة التجارة من سنة 1991. قريبا جدا في دورة انتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديد لغرفة التجارة في حلب. أنا الشيء اللي بلاحظه دورة عن دورة سنة عن سنة عم يصير الإقبال أقل بكثير كثير. يعني الدعايات اللي سنة صارت قياسا بالعام بالدورة اللي قبلها دعايات قليلة جدا ما فيها الحماس والشغلات هذول. هلا نتيجة أنا باعتقادي عامل واحد لكل سواء غرفة التجارة أو غرفة الصناعة أو الزراعة أو النقابات والجمعيات والنوادي، هي كلها مؤسسات تابعة للدولة ما عندها الهامش المقبول لإدارة الأعمال هي أعمال نفسها وتم انتخاباتها وشغلاتها، ما عندها الهامش، لذلك بنلاحظ أن الإقبال على الانتخابات قليل جدا. أعتقد هذه الدورة كل دورة كان في على الأقل أكثر من لائحة، يبدو السنة في لائحة واحدة، هذا دليل أن إحجام الناس عن الانتخابات وعدم ثقتهم بالانتخابات اللي عم بتصير، فهي انتخابات مرتبة سواء عن طريق جهات حزبية أو أمنية أو إدارية أو كذا. لذلك أنا شخصيا سواء شاركت أنا أو غيري، سواء شاركنا أو ما شاركنا، باعتقادي ما في عملية انتخابية ديمقراطية سليمة بالمعنى الديمقراطي، بمعنى هذه يعني مؤسسات موجهة ومؤسسات تابعة للدولة هي موجهة، سواء شاركت أو ما شاركت. بعتقد إن ما سألين حدا إذا شارك وما شاركت، بعتقد إذا على أكثر تقدير ما رأيك. والله الموضوع مو موضوع شخصي أنا أرشح حالي أو غيري يرشح حالي، أنا باعتقادي الموضوع هو عن العملية الانتخابية بالذات أو العملية الإدارية ضمن غرف التجارة أو الصناعة أو النقابات أو كذا، يعني عامل الانتماء الحزبي والرضاء الأمني بيلعب دور كبير كبير. لذلك ولا حدا بعتقد أنا ما فكرت أرشح حالي لأن النتائج معروفة للجميع، يعني الواحد لازم يكون حزبي، لازم يكون مقبول أمنيا، في شغلات مطلوبة خارج المهنة، مو الموضوع نحن عم نترك الساحة، الساحة محجوزة، الساحة محجوزة، ما في حريات ديمقراطية، ما في يعني الإنسان ما بيقدر يختار، بالأنظمة الشمولية هيك طبيعة الحال، طبيعة الأمور هيك بتكون، يعني ما في مجال. قطع لا اليوم تنفصل هي عن القضية السياسية تتحول إلى قضية مهنية بحتة، الناس يشعروا أنه والله غرف التجارة هي من مهماتها رعاية مشاكل التجار وتنمية القطاع التجاري وتنظيمه وشغلات ولا تصير غير شيء. Thank you.